السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحلقة الأخيرة أو الحلقة النهائية من سلسلة حلقات برنامج شير شباب اللي كان معاكم في حوالي 3 سنوات أو أكثر. هذا البرنامج اللي كنت ولازلت نشوف فيه بيتي الثاني، اللي لازم الرتبة ترتيب صحيح، اللي لازم نحافظ عليه، اللي لازم نخاف حتى على سمعة الطيبة. في شير شباب قدرنا، وما قدرتش أنا وحدي، قدرت أنا وفريق العمل اللي مروا علينا خلال برنامج شير شباب إن نوصلوا لحلقات ونوصلوا إلى مستوى يرضي الجميع. في برنامج شير شباب لم ولن نستثني أحد، ولا نستثني أي فئة أو عمرية كانت، أم فئة بتوجه متاحة أو أي مدينة ما. فكان لبرنامج شير شباب كل الضيوف مرحب بهم، من أفكار ومن مشاريع ومن ألام ومن هموم ومن سعادة أيضا كانت داخل هذا البرنامج اللي استمر حتى يومنا هذا وهي الحلقة الأخيرة. من العرف ومن العدل ومن الإنصاف ومن الأفضل إن كنهاية سنة وكنهاية برنامج إن نقدم لكم شن صار خلال 3 سنوات، شن المواضيع اللي كان خلال 3 سنوات، من هو فريق العمل اللي كان خلال 3 سنوات، كيف كانت الظروف خلال 3 سنوات وتقديمنا هذا البرنامج. الموضوع مش سهل، مش تلبس وتقف قدام الكاميرا وتحضر، الموضوع أصعب مما يكون. لا نجمل ولا نقول إن الموضوع إن هو صعب، ولكن صعب لما يقعد جمهور كيف هالجمهور ذواق، كيف الجمهور الليبي وجمهور العربي. من الصعب إنك تراضي كل الأطراف وتراضي كل الناس، ولكن من السهل جدا إن تدخل قلوبهم لما تقدم محتوى وتقدم شيء يليق بالمجتمع الليبي والمجتمعات العربية، تقدم محتوى لا أثر وتسيب لا أثر في هذا البرنامج. كل الكلام اللي نقول فيه كلام ارتجالي مش مكتوب قدامي، لأن خليتها من القلب للقلب، ودائما نحب من القلب للقلب ويكون كلام لطيف ويكون كلام صادق. فنشكر الآن ونشكر نهاية الحلقة كل فريق العمل اللي كان معانا في برنامج شير شباب، من أصغرهم العبد الله إلى أكبرهم مدير إدارة ومدير قسم ورئيس هذه المؤسسة ومدير عام لهذه المؤسسة قناة ليبيا روح الوطن. نشكرهم ونشكر الله أولا وأخيرا على منحهم لي شرف التقديم وشرف أني أنا نكون قدام هذه الشاشة العظيمة. نشكرهم وجدد الثقة مرة ثانية في برنامج آخر حنحكوا فيه إن شاء الله نهاية هذه الحلقة. فمن المعروف بحكم أني أنا خريج محاسبة إن كل نهاية سنة نقدموا ميزانية ما لينا وما علينا الدائن والمدين. فمن العرف أني أنا أو فريق العمل أعود لكلمة أنا جهزنا الجزء البسيط من حلقات شير شباب، يعني تكمن في تقارير وتكمن في معلومات وإنفوغراف خاصة بهذا البرنامج. لو أنصبنا هذا البرنامج فنبقى 2 و3 و4 وممكن حتى 10 حلقات لكل موضوع نحكو كيف قدرنا نعد هذا الموضوع وكيف نبحث عن من يدير بحلول في القضايا اللي طرحت في برنامج يا شباب. دائما كنا نسعو إن نعرضوش فقط القضية أو المشكلة، لكن قبل عرض المشكلة والقضية نجد الحل لكل قضية ولكل موضوع. تناولنا عدة مواضيع في شير شباب، أبسطها في الإعداد أو أفضلها خلال ما مرت علينا في برنامج شير شباب كما هو الموضح في الإنفوغراف اللي حيكون معانا الآن. قدم برنامج شير شباب في 3 سنوات ابتداء من 10 أبريل 2018 كانت الحلقة الأولى من هذا البرنامج. تقريبا كان العدد الحلقات 421 حلقة، تمثلت في عدد الساعات المباشر ب 631 ساعة مباشرة، وعدد الساعات المسجلة 157 ساعة مسجلة، رغم أحيانا كنا نصوره خارج الاستوديو وأحيانا نكون في مشاكل فنية يعني، ولكن كان الموضوع بالمجمل أن سجلنا 157 ساعة مسجلة. عدد ضيوف بالبرنامج، وهذا شرف لي أني تعرفت على 1263 ضيف كان في برنامج شير شباب. أما عدد المشاريع التي تم عرضها في البرنامج فكانت 1001، تجاوزنا العدد 1000 بعرض المشاريع، بدعمهم إعلاميا، بدعمهم بالأفكار، بدعمهم بعرض هذه المشاريع على أصحاب الخبرة، بعرض هذه المشاريع العربية منها والليبية خاصة
للمشاهدين العرب والمشاهدين قناة ليبيا روح الوطن وكل أنحاء الوطن العربي. أعلى نسبة مشاهدة أخذت تقريبا 23,520 مشاهدة. هذه كانت في حلقة كانت لها علاقة بالمخدرات، فكانت هذه نسبة كانت زيادة، مدى الاهتمام ومدى نسبة المشاهدة كانت عالية في هذه الحلقة. أما عدد متابعين الصفحة بدأنا من عدد واحد كان العبد الله، حتى الآن وصلنا ل 21,083 أو 783 متابع، ولازال العدد مستمر. أما أكبر عدد المشاركات لمنشور كان الدكتور حمودة من ألمانيا، الدكتور اللي رحب بكل المبادرات وكان قدم مبادرة إن هو يخدم المرضى الليبيين، سواء كان بقراءة التقارير أو إيجاد حلول لبعض المشاكل الصحية لهم بالاستشارات، وقال أنا مستعد إني أنا نوفر طاقم ألماني من مستشفى اللي يخدم فيها ويدير زيارة لليبيا والعلاج يكون مجانا، أما وصفات طبية فهيكون في نصف بالنصف. فهذه كانت الدكتور حمودة اللي شارك معنا بنسبة كبيرة، حوالي 153 عدد مشاركة. أحيانا يقاس نجاح البرنامج بعدد المشاركات وأحيانا بعدد المشاهدات، ولكن اللي لا أثر كبير مش فقط العدد المشاهدين أو عدد المتابعين، مدى تأثير هذا البرنامج للمشاهد مباشرة، مدى تأثيره في الشارع الليبي، شو نقدم هذا البرنامج. هذا من ضمن المواد أو الحلقات والساعات ونسبة المشاهدة كانت تلك هذه المعلومات. أما عن أكثر الدول المشاركة كانت في برنامج يا شباب، واتفقنا أن يكون برنامج يا شباب جسر للتعارف وتبادل الثقافات وتبادل الهموم وأيضا المشاكل والظواهر إذا كان موجودة في مجتمع ما، كيف يمكن حلها في ليبيا بالخبرة الليبية، أو العكس تماما إذا كان هذه المشكلة موجودة في ليبيا كيف يمكن حلها مع الضيوف من مختلف دول الوطن العربي. كان عدد أكبر عدد مشاركة من الجمهورية التونسية، ومن ثم مصر والعراق وموريتانيا وسوريا واليمن والأردن ولبنان. لبنان كان لها حظ كبير جدا بالمشاركة، سواء كان بأصحاب الخبرات، وكذلك باقي الدول العربية، ولكن أكثر دولة كانت مشاركة معنا هي تونس. خلال هذه المشاركات كان في تبادل صداقات بين المشاهدين وأيضا الضيوف داخل البرنامج شير شباب. سعينا أن يكون هذا أول هدف من داخل برنامج شير شباب بلس، أن تكوين العلاقات والصداقات بين المشاركين وبين المشاهدين. والحمد لله حتى على صعيد الشخصي لقيت أن دائما بعد كل حلقة نلقى أصدقاء مشاركين أو مشتركين بيني وبين ضيوف المشاركين في برنامج شير شباب بلس. هذا ما يخص المعلومات وأيضا النسب المشاهدة والإحصائية بصفة عامة خلال 3 سنوات. نزلنا لمدينة بنغازي وأصرينا أن نكون بين شباب مدينة بنغازي وكل المدن، مشينا حتى طرابلس ودرنا وكل المدن كان لها نصيبة معنا، وأيضا البيضاء كان تناولنا بعض الحلقات. السبب أن احنا رغم المسافات بيننا ولكن ممكن شبر أو أقل المسافة الفكرية بيننا وبين أي مشارك داخل البرنامج، ممكن يفوقنا بالثقافة وممكن نفوقه بالثقافة العامة. فأصرينا أن ننزل مدينة بنغازي ونبدو الحلقة تكون مسجلة من غادي من قلب الحدث، نتناولوا الهموم الشباب وكيف يفكروا شو المشاكل اللي تقابلهم. فخلونا نشوفوا حلقة بنغازي وبعدين نستكملوا باقي حلقتنا اليوم ونعلقوا على هذه الحلقة. تجولنا في شير شباب خلال السنوات الثلاث الماضية، وكنا حيث يتواجد الشباب داخل وخارج ليبيا، فكانت لنا حلقات من بنغازي، فكنا بين الشباب وجلسنا معهم وطرحوا همومهم وآراءهم وناقشناها بجلسات مميزة. تحدثنا فيها عن علاقة الإعلام بالشباب وعن ثقافة الفوضى وفوضى الثقافة، وتفاعلنا مع ضيوفنا من شباب بنغازي بكل شفافية، وطرح المشاركون أفكارهم وآراءهم وحلولهم المقترحة للعديد من القضايا. ومن بنغازي إلى درنا عاصمة الثقافة والحضارة، جلسنا مع فلة من الشباب الطموح من أصحاب الأفق الواسع، وعبروا عن أملهم واستعدادهم للمشاركة في البناء والإعمار بالرغم من الظروف الصعبة، إلا أنهم تحدثوا من خلال شير شباب عن همتهم وعملهم على بناء الإنسان قبل بناء الكيان.
بناء الإنسان قبل بناء البنيان أو الكيان كان أحد أهداف هذا البرنامج. في صعوبات كانت أثناء التصوير، سواء كان من التنسيق مع ضيوف، وأيضا صعوبات مع فريق العمل، سواء كان موعد البرنامج كان التسجيل دائما كان يوم جمعة. فأنتم عارفين يوم الجمعة مقدس عند البعض، خصوصا اللي مرتبط بهذا اليوم، يوم أوف يمشي العائلة الكبيرة سواء جداء أو غيره أو أصدقاء أو زرادي إذا كان فترة الصيف أو الربيع. فدائما كانوا نواجه صعوبات. موضوع مش نكرر إنه مش سهل إن إحنا نسقه بحلقة وبعنوان. الموضوع ياخذ بعصر ذهني كبير جدا، ودائما نخنو بروح الجماعة. كان معايا ولازال معانا صديق وصاحب أيضا عبيد الله شمية، اللي كان معانا في فترة في برنامج شير شباب، وكان لنا زيارات لمدينة طرابلس صورنا بها عدة حلقات، وكان زيارات لبعض المدن، كان معايا في درنا وكان معايا في مدينة بنغازي. عبيدة الآن يعني فكر أنه يكون في برنامج آخر، ولكن ما ننساش فضل الله ومن ثم فضل عبيدة في نجاح هذا البرنامج اللي أنتوا قررتوا أنه هو نجح. أنا مش هنقيم برنامج، أنا نجرد نفسي بكوني مشاهد، ولكن كمقدم برامج إن الناس معجبين نوعا ما بالبرنامج وفكرته وبمحتوى هذا البرنامج. خلونا نستقبل عبيد الله شمية، على أقل تقدير نشكره في هذا اليوم وهو اليوم الختامي لبرنامج شير شباب. يسعد مساك عبيدة، أهلا وسهلا بك في الحلقة الأخيرة من شير شباب. مرحبتين عماد، ومرحبتين جميع الشباب ومشاهدين قناة بيبر الوطن. يا ميت مرحبا بك عبيدة. طبعا أنت أحد أعمدة هذا البرنامج، والفضل بعد الله يرجع لك بالتفكير وبالتنسيق. بالعكس الحق الفضل كان لكي، استفدت كانت تجربة واشتغلت في شيء شبابي وكان قريب مني، لأن القضاء اللي اشتغلنا عليهم كلنا يعني حتى فكرت أنا وياك نفس الموضوع، لأن نحن نمر بمرحلة الشباب، والشباب اللي يواجهوا فيهم الشباب كنا نواجهوا فيهم نحن، كنا نتكلم على حدث يومي يصير معانا. عبيدة يعني الله يبارك فيك، شكرا على كلامك الرائع، أكثر من رائع، لكن حاب أني يعني وكأني أنا الآن ما كنتش معاك في يوم من الأيام أو ما كناش نصوره، شن أكثر حاجة مواقف صعوبات مريتوا بها داخل برنامج يا شباب؟ اولا كان هو تحديد المكان، نحن كنا نطوره في مكان اصحابنا استغنى منهم، كنا نطوره عندهم بالكابتن، موعد الحجز ان نكلمهم قلنا مثلا من الساعه راهو السيد عندك على 5 راهو بنجي نطوره، فكان كنا نحس فيها ان هي ثقيله شويه، هو باب رزق انه يوقف الساعه. صحيح. هذه أول شيء. الشيء الثاني نحط باقي الحلقات سواء اللي كانوا في درنا سواء اللي كانوا في طرابلس، مشان الثلاثة ما كانش فيه مشاكل، بالعكس ما حكيناش اللي حتى بلدنا في طرابلس قعدنا 19 يوم ما حكيناش فيه 19 يوم، ما كان أصلا كله شغل وكله شغل. صحيح. تغيير المكان أنا ما زلت مضر عليه، قلت لك يا عماد آخر مرة كنا أنا ما زلت نشوف شاف شباب من كان داخل ليبيا. شير شباب لان بعد ما نزلت البنغازي عماد وشفت انت قعدت تريد قعدت وضعنا الخطه اللي هي ناخذ مجموعه ان هي يكون عندك اكسبيرينس او خبره لمجموعه تدخل المجال هذا. كانت تقريب وجهات النظر بين الفريقين المشاركين معنا، الى جانب وصلنا رساله اكثر شيء اللي هو عرفنا اشخاص على بعضهم، يعني كوننا صداقه بين يعني هذه اكثر بين الضيوف وبين المشاركين يعني برناها. عبيدة الواجب علي اني انا نشكرك، الواجب علي اني انا نقول لك بارك الله فيك. انا 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 بنشكرك بجد، نشكر اداره البرامج في وقتها والعوض، وكيف يعني متذكره اللي انت بعد ما تكلم على حلقه تقول له يا وائل لو فكرت مع عبيدة في الحلقه يقول لك عدي انت بعدين قريب انت في ارض الواقع وانت البرنامج بتاعكم. صحيح. الحين حتى الثقه اللي زرعتها فينا اداره القناه يعني مشكورين الحق، لما حد يزرع فيك الثقه يجي ينمي حتى من قدراتك يعني. صحيح. حتى تفكيرك. احسنت وبارك الله فيك، واحد جمعنا الظروف اكثر واكثر ان شاء الله في برامج اخرى، اما الرفقه والصداقه هذه ان شاء الله ما تنتهي ابدا. شكرا لك عبيد الله شمية، احد اعمده هذا البرنامج ومشاركين في داخل هذا البرنامج من اعداد وبروديوسر. طبعا جمله عبيد الله شمية
دائما نقول انا نبحث عن من يؤمن بفكري، من يؤمن بقضيتي، من يؤمن بتصوري والنظرة المستقبلية. من الصعب او احيانا يكون من المستحيل ان تلقى إدارة تؤمن معاك بفكرك. لما تطلب حاجة وهذه شايف الحاجة ان هي حتضيف لبرنامجك، من السهل جدا لما تلقى حد في مكانه وحد اهل هذه المهنة او اهل هذه الإدارة انه يوافق على طول. ومن الصعب في بعض المؤسسات نظرا يقول لك لا ممكن ميزانية اكثر. فخلينا نحكي من القلب للقلب بكل امانة، يعني من داخل هذه المؤسسة الحمد لله عقول ناضجة واصحاب فكر لا محدود بكل الادارات الموجودة في قناة ليبيا روح الوطن. كانوا دائما يؤمنوا مش بفكري ولكن بفكر كل الشباب والزملاء، خصوصا في موضوع البرامج. لما نطلبوا حاجة مثلا لا علاقة بالسفر او حاجة لا علاقة بالتصوير دائما نكونوا قدها. احنا لما انا نقول انا نقدر باذن الله او فريق العمل يقدر حنقدم لكم حاجة كويسة، امنوا بفكرنا وبما نحتاجه. فكانت دائما بدون اي وجود لفظ لا يوافقوا على هذه الفكرة حتى تضاف او حتى تقوي هذا البرنامج او كل البرامج الموجودة. فنحيي ايضا زملائي وإدارة قناة ليبيا روح الوطن اللي دائما تكون في ظهرنا وقبلنا ومعانا. هذا الجزء الاول. خلونا نشوف الانفوجراف الجزء الثاني. ما هي اهم القضايا اللي تناولها برنامج الشيء شباب؟ طبعا لو نحكوا عن القضايا في برنامج الشيء شباب نبدوها بالهجرة الغير قانونية او الهجرة الغير شرعية. قلنا خلونا نعيش الواقع مع اصحاب هذه الظاهرة، اصحاب الظاهرة الهجرة غير شرعية. قررنا ان نديروا زيارة لاوروبا وتحديدا بديناها في روما. كانت الرحلة من بنغازي الى تونس ومن تونس الى روما. تلاقينا مع الفنان يوسف سعيد ام سي سوات، وتلاقينا ايضا مع صديقة من عائلة الفيل. طبعا صديقنا وفيمس هو من الناس المؤثرين والمعروفين وعلاقاته جيدة جدا 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 مع لاعبي الكرة. تناولنا هذه القضية أسبابها. دائما نبحث عن الأسباب وعن الحلول، يعني مش هنكون تقليديين إن احنا نعرض المشكلة وخلاص وتمت الحلقة. يعني مش من الناس اللي تملى في مكان أو تملى في فراغ نختاروا أي موضوع أهم حاجة البرنامج يمشي. لا، دائما نبحث. فكانت الرحلة بشكل فردي، طلعت من تونس إلى روما وصورت حلقات مع الشباب. خذيت الشباب الهجرة غير شرعية، أصريت وهذه أول مرة نحكي بها على الهواء إن نمشي بروجيا ونتلاقى مع شباب طلعوا بهجرة قانونية. كان في فرق، لربما ظروف الهجرة غير قانونية ظروف مؤلمة جدا اللي خلاه يشق البحر وظروف أكبر من إمكانياته وطموحه. فقال إني أنا نشوف أوروبا النعيم أو الجو أو المناخ الحياة وردية كيف ما يقولوا. ولكن للأسف لما وصل أوروبا من أحد الضيوف قال أنا إني نعيش في بلادي في ظل الظروف هذه أحسن ما نعيش في أوروبا، إني أنا لا قيمة له ولا مسكن له ولا ظروف معيشية تسمح إن يكون في عيشة مناسبة. تحدى صعاب إم سي سوات وقدر إنه في فترة بسيطة إنه يتعلم اللغة الإيطالية وقدر إنه يدير إجراءاتها قانونية، والآن يملك إجراءات قانونية بوجوده. ولكن لو رجع بي الزمان أكيد أنا نقول ما يحكيش بلسانه، ولكن إنه حيرفض إن يكون هجرة غير شرعية أحد مبتغاه أو أحد سبله باش يطلع ويهرب من الوضع الموجود في ليبيا. تناولنا أيضا فرص العمل، فرص العمل مع متخصصين في هذا المجال، فرص العمل. وتناولنا أعمال انقرضت أو شارفت على الانتهاء. يعني تناولنا أعتقد لأن لم تخوني الذاكرة، تناولنا الوظيفة وهي مشرف على المصعد أو على الأسانسير. هذه اختفت من زمان، كانت موجودة أن لكل أسانسير فندق أو مبنى عمارة كان المفروض يكون المشرف. هذا اختفاء، حطوا مكانهم حاجات إلكترونية أو طور هذا الموضوع. تناولنا أيضا خطاب الكراهية، خطاب الكراهية اللي لازال نعاني منه حتى الآن، ولا رقيب ولا حسيب في بعض القنوات الليبية يزداد ويساعد على الشرخ الاجتماعي الموجود. تناولناه بجانب الديني والجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب القانوني أيضا.
المشاركة السياسية للشباب هذه كانت الأهم وكانت من أكثر المواضيع اللي أصرينا عليها والأكثر المواضيع اللي قاعدين ندعموها شبه يوميا. مشاركة الشباب في العملية السياسية مش فقط للانتخاب ولكن للترشيح الشباب سواء كان في البلديات أو الترشيح لمؤسسات الدولة ومفاصل الدولة. هنا كان في لبس بسيط ما بين مشاركة الشباب في البلديات مع الزميل عماد بن حامد موطني. روح الموجودة داخل هذه القناة روح جماعية، في خط التماس وخط خطوط حمراء حتى يتعدى أي زميل على برنامج آخر. فكانت مبادرة من عماد بن حامد وأنا نشكر على الهواء إنه قال أي نعم البلديات يتبع برنامج موطني ولكن تناولها بجانب ثاني وهي مشاركة الشباب في البلديات والترشح، وعرضنا أفكار ومشاريع خاصة بالشباب في الترشح في الانتخابات. القضية الرابعة أو تحديدا القضية الخامسة هي عمالة الأطفال، موجودة في ليبيا ولكن نسبة بسيطة. الاختلاف بين مجتمعنا مجتمع ليبيا ومجتمعات العربية ليس الوعي فقط وليس القانون فقط وليس الأمن والأمان فقط، ولكن أحيانا يكون الواعز الديني داخل المجتمع الليبي أقوى، رغم أن نشوفه في تنكيل الجثث والمشاكل اللي نشوف فيها إن شاء الله تنتهي على خير بإذن الله، ولكن الواعز الديني عند المواطن الليبي يسبق دائما عن القانون عن أي حاجة دينية. مرة تقول له هذه ممنوع يقول لك لا هذه حرام. أيضا مهارات البيع وفن الإقناع هذه كانت من الأشياء أو من المواضيع المهمة جدا جدا. جبنا متخصصين في التسويق وجبنا متخصصين في علم النفس عفوا، لأن علم النفس كان له دور كبير جدا في مهارات التسويق، باش نعرف أنا الفئة المستهدفة من هي، شو الألوان اللي نختارهم، شو الموعد اللي نختار ننزل فيه المنتج بتاعي. فكانوا 6 مواضيع أهم قضايا خلال 3 سنوات، ولا زالت قضايا مستمرة ومواضيع أخرى، بل العكس وليس مواضيع، مئات المواضيع تناولناها في برنامج شير شباب. أما الآن يجي دور توا الصم والبكم، وهذه إحدى القضايا اللي تناولناها وعرضناها بشكل مش عارف مش نقول أنا نشكر البرنامج ولكن نشكر فريق العمل اللي قدر في هذه الحلقة إنه يتناول قضية لفئة معينة وهي فئة الصم والبكم أو ذو أصحاب الإعاقة الكلامية والسمعية، تناولناها بشكل احترافي جدا بوجود مترجم داخل هذه الحلقة ووجود أيضا بصير وهو رئيس اللجنة الطبية أو رئيس اللجنة الخاصة بالإعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية. تناولنا هذه الفئة اللي بعض المجتمعات لا يراها ولكن تناولناها بشكل عميق جدا جدا. خلونا نشوفوا تقرير عن هذه الحلقة ونعود لكم من جديد. لحظة جميعكم، قبل قليل كنت أتكلم معكم بلغة الإشارة ولم تفهموا علي. هذا الشعور الذي شعرتم به هذا أشعر به أنا يوميا في 24 ساعة من حياتي اليومية في عدم قدرة المجتمع على إيصال المعلومة لي. سعى شير شباب لأن يكون منبرا لكل شباب ليبيا دون استثناء، وتبنينا قضايا مهمة تعاني من قلة الاهتمام، وحرصنا على إسماع صوت من لا صوت له، فكانت إحدى حلقاتنا مخصصة لفئة الصم والبكم من المجتمع، فهم يمثلون شريحة لا يمكن إهمالها، ولأنها فئة قدمت لنا وللعالم أشخاصاً تركوا بصمات على حياة الناس، كان لابد من تخصيص مساحة أقل مما يستحقون في شير شباب. وشاركنا الحديث ضيوف من أصحاب التجارب، وقدم شير شباب حلولاً وسلط الضوء على العديد من الجوانب التي تنقص هذه الفئة في ليبيا. وسألنا الناس في الشارع عن أبرز ما تعانيه فئة الصم والبكم في المجتمع الليبي، وسألنا الناس بكل صراحة عن إمكانية دمج هذه الفئة في أعمالهم الخاصة.
كما تفضلت زميلة دارين وكما تفضل من كتب هذا التقرير زيد المومني، إن كان اهتمامنا دائما وأبدا عن الفئات المهمشة في المجتمعات العربية وفي تفاوت ما بين المجتمع الليبي والمجتمعات العربية الأخرى، ولكن لازالت ولازال يعانوا من هم أصحاب الإعاقة بشتى أنواعها من البنية التحتية الموجودة في ليبيا. عرضنا كل المشاكل الموجودة وسألنا حتى الشرع الليبي إذا كان لك فرصة ولك فرصة أنك أنت توظف حد من ذوي الإعاقة، فكان بالإجماع ممكن كان يفكروا بقلوبهم مش بعقولهم، بالإجماع كانوا موافقين، وإذا كانوا فكروا بعقولهم حيقولوا نفس الإجابة، لأن العقل والقلب دائما في الأشياء الخيرية والأشياء الجميلة والأشياء اللي فيها إنسانية دائما يتحد ويكون ناضج بكل أطرافها وكل محتواها. ما هي التأثير برنامج أو ما هو تأثير برنامج شير شباب على المشاهد أو على الشباب؟ طبعا في بداية برنامج شير شباب كان لها تأثير بعد ما درنا استطلاع رأي من الشارع الليبي، وبعد ما درنا استطلاع على صفحة البرنامج دعمنا زواج 5 شباب، وهذا باتفاقنا وتوأم مع صندوق الشباب الليبي اللي في مدينة البيضاء، مشينا لهم لعند البيضاء ودرنا معهم توأمة أنهم يدعموا الشباب بصفة عامة في ليبيا، وإحنا نكون لهم الشريك الإعلامي. ومن خلال برنامج شير شباب ربي وفق 5 شباب أنهم هم يتزوجوا عن طريق برنامج شير شباب، وصندوق الزواج الليبي يدعمهم بالفرح ودعمهم أيضا بالأثاث من داخل صندوق أو من الصندوق الخاص بدعم الشباب. دعم المشروعات 1001 مشروع عفوا، ما كانش رقم بسيط، دعمناهم بعرض مشاريعهم، دعمناهم بوجود أصحاب رياد الأعمال وأيضا خبراء في المشاريع الصغرى والمتوسطة ولا منتهية الصغر، بوجود يكون أبجريد لمشاريعهم، يكون في تطوير وتجديد لمشاريعهم، دعمناهم إعلاميا باش يكونوا معنا، أيضا بحث عن الشركاء. هذه النقطة اللي كانت لها تأثير مش على الشباب أكثر ما تأثير علينا إحنا، أثرت جدا جدا علينا، خصوصا لما بحثنا عن الدعم لدكتورة كان عندها بحث علمي وقالت إني أنا عندي بحث علمي يساعد على حل أو الحد من مرض الرعاش أو شلل الأطفال. فكان لبرنامج شير شباب فضل الله أولا وأخيرا ومن ثم عرض مشروعها، فبفضل الله قدرنا أن نوفق بينها وبين رئيس جامعة بنغازي قريون سابقا إن هو يقدم لها منحة دراسية إلى بريطانيا كاملة المصاريف لاستكمال باقي بحثها. وأيضا تواصلنا مع وزارة الصحة بالحكومة الليبية لكي تكون مظلة، وركزوا على كلمة مظلة، ليها هي مظلة قانونية بحيث أن الأبحاث أو البحث متاحة تقدر تستمر فيه وتقدر تبقى في ليبيا تحت مظلة قانونية وهي وزارة الصحة. هذا ما يخص بتأثير الشباب. الهجرة غير الشرعية حكينا فيها، ولكن خلونا نحكوا بشكل تقرير مفصل، أي نعم تقرير سريع، ولكن لعل زيد اختار بعض الكلمات اللي تكون مباشرة وبعض الكلمات اللي لها معاني كثيرة. خلونا نشوفوا هذا التقرير ونعود لكم من جديد. حاولنا في شير شباب أن نلم بالقضايا التي تهم الشباب، ولم ندخر جهدا في أن نكون بالموعد وفي المكان جنبا إلى جنب مع أصحاب التجربة، فتناولنا قضية الهجرة غير القانونية وذهبنا إلى إيطاليا وقبلنا أصحاب التجربة وسمعنا منهم كيف كانت تجاربهم قبل وأثناء وبعد حصولهم على أوراق الهجرة، وجلسنا مع ضيفين ليبيين من المقيمين في إيطاليا، حدثانا عن طبيعة الحياة هناك وما واجهاه من عقبات، وتحدثنا عن هجرة العقول الشابة وكيف يستغل الشباب الموهوبون قدراتهم ويستثمرونها خارج بلادهم، وكيف يعيش الشباب الليبي في المهجر. فكنا في شير شباب ظلاً للشباب الليبي ومعه أينما ذهب، وتابعنا أدق التفاصيل التي تهمه سواء كان داخل ليبيا أم خارجها. طبعاً يعني ظروف التصوير كان ظروف صعبة جداً جداً، يعني كنت أنا المصور وكنت أنا المراسل وكنت أنا مقدم برامج، فكانت تجربة عظيمة بالنسبة لي،
اني انا اول مشي لي اوروبا من المواقف الطريفه اللي صارت اني بعد ما كملت مع روما مع التصوير في روما مشيت امستردام هولندا. فبكل صراحه يعني كان اول زياره لي اوروبا، وكنت حريص جدا اني ما نديرش اي غلطه باش لما نقدم على تاشيره مره ثانيه ما يكونش مثلا كروش عليا ولا اي حاجه. كنت قانوني فوق اللازم، يعني لو في حزام نحط حزامين ممكن قياده مش حزام واحد. كنت يعني خايف كل خوف، لان الاوروبا يعني نمشي لها بشكل قانوني افضل، وحتى تكون شكليا ويكون حتى لها معنى قدام الدول. دائما الشعب الليبي دائما يخاف على سمعته ويخاف على ما يردد في ظهره، فكويس اني نمشي بشكل قانوني، نمشي بشكل ونطبق هذا القانون ونتعايش مع قانونهم. فلما وصلت روما مشيت امستردام هولندا تحديدا، قعدت ندور على من يختم لي الجواز. يعني كنت ما اعتقد اني انا لما ادخل بلاد ثانيه ضروري في ختم اخر. كنت غابت علي ان شنغن، وغابت علي ان اتحاد اوروبي، مجرد ما تخش دوله خلاص ما لكش، ما فيش اي ختم اخر، خلاص هو ختم الوحيد اللي انت تدخل عليه في اي دوله. فقعدت حاير، قعدت ندور في المطار وين الكاونتر، كيف نقدر نختم، خايف اني انا نخش نطيه ونطلع يجي يقولوا لي انت طالع بهجره او داخل بشكل غير قانوني. فهذه المواقف الظريفه اللي انا يعني صارت لي داخل اوروبا وعلمتني حاجات واجده. القانون وايضا الرعايه الانسانيه كانت في اوروبا. دائما احنا نقول الغرب طامع في خيراتنا، الغرب والله ما نفكر فينا الغرب ولا في خيراتنا ولا في اللي عندنا، شاقين بانفسهم، شاقين ان هم كيف يتطوروا بانفسهم. يعني بامانه ونزعل لما نلقى حد عايش برا في اوروبا او حتى في دوله عربيه يطبق القانون لما يرجع ليبيا، وكان فتره النزاهه عنده ان يخترق القانون، ان هو الحزام لا يعني بحزام الامان بتاع السيارات او بتاع القياده لا يعني بتاع المركبه لا يعني بشيء. رمي الفضلات او القمامه من خارج قزاز في اوروبا ما يقدرش يديرها لانه في قانون يحاسب. فانا تجعني مش فقط الليبيين، في اغلب هذه الظاهره موجوده في اغلب الدول العربيه وايضا الاوروبيه ايضا، يعني هم مش يعني 100% ولكن عندهم اخطاء. ولكن كنت اتمنى اني انا ما ناخذش معايا الكاميرا، اني انا نكتب ونسجل كل نقطه مرت او مريت بها في اوروبا، ننقل تجربتي كيف كانت. سبقوني الالاف بل المليارات بزياره، ولكن لانها كانت اول زياره لي فقلت خليني نستفيد، فاستفدت وكونت خبره وكونت صداقات. كان ضمن الحلقات الكابتن سلامة التورغي اللي كان لا زيارة سنة 2011، تعرض لبعض المشاكل ولكن طلب الهجرة وسكن في أوروبا وتحديدا في هولندا، وكان لاعب المنتخب الهولندي كرة القدم. شخصية عظيمة والعظمة لله، شخصية طيبة جدا، وشخصية لو قعدت معاه وتحكي معاه تقول له يا سلامة شو رايك ندير زيك ولا انا نجيب بشكل قانوني. هو طبعا قانوني جدا الان هو ما شاء الله، لكن حيفضل وينصحك يقول لك لا بشكل قانوني افضل. فكانت هذه اهم القضايا اللي تناولناها في برنامج شير شباب. اما مشاركات برنامج شير شباب، الدعوات اللي جت لبرنامج شير شباب شن هي؟ وانا يقاس يعني نقيس هذه الدعوات بمدى تاثير البرنامج وقوه البرنامج. فكانت المشاركات، اول مشاركه كانت لينا في برنامج شير شباب كانت في جمهورية مصر العربية وتحديدا شرم الشيخ. اشتركنا او كنا حاضرين في ملتقى شباب العالم في شرم الشيخ سنة 2019، وكان هذا الملتقى ضم كل الدول العالم اجمع. كونت صداقات بين الشباب، درت حلقتين وثلاثة وأربعة، وتعرفت على يعني شباب ليبيين ما كنتش ممكن تتوقع اني نتعرف عليهم في ليبيا، تعرفت عليهم في ملتقى شباب العالم. فكان التنظيم هائل جدا، وكان التنسيق قمة الروعة والترتيب. فكانت لي كان لي الحظ في المشاركة في ملتقى شباب العالم. أيضا مؤتمر التنمية المستدامة المنعقد في 2020 كان في مدينة القاهرة، أيضا كونت صداقات وعرفت ببرنامج وعرفت بطبيعة قناتنا قناة ليبيا روح الوطن، وكونت صداقات وصورت حلقتين من داخل، استغليت وجود في مؤتمر التنمية المستدامة وجود الشباب مشاركين فصورت حلقتين من برنامج شير شباب. إدارة الحوار المنتدى لمؤسسة العمل التطوعي سنة 2020 عبر تطبيق زوم، اللي كان أبرز ضيوفهم مسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والبحرين، وكان أيضا الزميلة منال عبد العاطي، ومن السودان أيضا كان في مشاركين. فكان لي الشرف في إدارة هذا الحوار اللي عرض على قناة ليبيا روح الوطن في الجزء الأول من هذا الحوار أو هذا المنتدى. هذا مشاركات برنامج شير شباب.
شاركنا في العديد والعديد. كيف ما أصرينا نكون في وسط الشباب في كل المدن الليبية، قلنا نكسروا القاعدة وخلونا نفكروا خارج الصندوق. ما هوش فكرة جديدة، ولكن تطبيقها كان جديد وكان صعب أيضا. استغلينا عيد الأضحى المبارك، إنما المعروف عيد الأضحى دائما يكون في زرادي للشباب، سواء كان من شرق ليبيا غرب ولا جنوبها، كان دائما عيد الأضحى أول يوم مع العيلة، وثاني يوم وثالث يوم كان زرادي، واحد ياخذ قرعته من الشاه ويزرد هو وجماعته، او يختار استراحه يكسد فيها هو وجماعته. فقلنا خلونا زي ما حكينا مع مشاكل وعرضنا مشاكل ومشاريع الشباب، ليش ما نشاركوهم حتى افراحهم و يعني ايامهم الجميله وزراديهم وكل شيء. فقلنا شو رايكم مع فريق العمل، كان صديق احمد الخفيفي ماضي الخفيفي رفقنا في هذا في هذه الزرده، وايضا الزميل عبيد الله شميه. كيف كانت اجواء الزرده وليش اخترنا هذا الموضوع؟ حنقوله بعد هذا التقرير. خلونا نشوف التقرير ونعودكم من جديد، ما تبعدوش. رافقناكم في شير شباب بكل تفاصيل حياتكم، وعشنا معكم أجواء عيد الأضحى المبارك بين الشباب في رحلة بين البحر والغابات في بنغازي بأجواء شبابية مميزة. استكشفنا بها جمال بلادنا الحبيبة، وشاركنا شبابنا من مختلف مناطق ليبيا، وذهبنا برحلة طريقها لم تكن قصيرة ولم تخلو من الأحداث. جلس جلسنا وتحدثنا وتسامرنا، شباب من كل المناطق، جمعتنا الأخوة وجمعنا الهم الواحد، وأظهرنا روح شبابنا الواحدة، وكنا فعليا بين جمهور شير شباب من الشرق والغرب والجنوب، كنا معا تحت سقف واحد وهو سماء بلادنا الحبيبة. سماء بلادنا الحبيبة اللي تسعى الجميع وبالجميع إن شاء الله. هذه الزردة كان لها أجواء ما قدرتش إني أنا كيف ننقلها عبر الكاميرات، يعني جن أوقات إني أنا قاعد نقول من مش حنصور، ولكن خليني نعيش اللحظة مع الشباب. كان استقبال رائع من شباب مدينة المرج، أبرزهم محمد الحاسي ودريس بوغرسة طبعا، وائل الغرياني وغيرهم من الشباب اللي وعيت العايش، غير الشباب اللي أنا ما نبيش نظلم أسماء ودون أسماء. فكان الاتفاق مع الزميل محمد الحاسي إنه يكون نديروا زردة جماعية ونفوروا حلقات. جو من الشرق فعلا من أقصى الشرق، وجو من الغرب الشاعر الكبير بقدرة وبمستوى الشاعر سامي طرابلسي، وجو أيضا من الجنوب، وجاء أيضا الزميل والأخ والعزيز محمود باروني من طرابلس. يعني كانت زردة فعلا لحمة وطنية من كل أنحاء ليبيا. زردة كانت يومين، عرفنا الزنباع والانباع، المثل المعروف، هذا المثل اللي كان نقوله فيه ما عرفناش كيف شو معناه. فكانت في احدى حلقات وحلقة الزردة كان شجرة او نبتة الزنباع، شن سبب هذه التسمية وكيف جت هذه التسمية، كانت في حلقة الزردة ان شاء الله حتلقوها موجودة على صفحة البرنامج الشباب. كوننا علاقات وصداقات عظيمة وربطنا شباب مع بعضهم، وكانت من أجمل أيام عيد الأضحى المبارك. أول يوم كان مع العيلة، وثاني يوم وثالث يوم كان مع الشباب وهي عيلتي الثانية، فكانت أجواء أكثر من رائعة. فنشكر الجميع من شارك حتى بكلمة طيبة في برنامج شير شباب. نشكر المخرجي هذا البرنامج، يعني لو عددت من يعني الأقدم والأقدم، أستاذ وفاء وزيد مغاريز وايضا انمار، حتى انت يا دكتوره، وايضا محمود بدوي وحسان، الشباب اللي تناوبوا في هذا البرنامج، بلقاس الضبابة ايضا، هم المخرجين اللي هم فضل بعد الله، جميعكم حتى المشاهد لا فضل بعد الله بنجاح هذا البرنامج، بالمتابعه، باللايك، بالشير، بالكلمه الطيبه اللي تنبعث لي على الخاص، المعدين اللي مروا في هذا البرنامج ابتداء من هاشم الزروق وعلي الناجح وريام كان زميلتنا عراقيه، وايضا احمد المقصبي، عفوا احمد الزروق وامال الدكتوره امال المقصبي،
وزيد المومني الدينمو تاع البرنامج ونجلاء ايضا سعاد وتوجان اللي كانوا مشاركتهم في ايام معدوده ولكن سيبوا اثر في هذا البرنامج. اما عن البروديوسر اما عن الكاميرامان المصورين في البرنامج شير شباب وجماعه التشغيل حتى انت برا الدكتور والشباب كلهم قلت اسمك واجد اليوم كويس مبسوط بقى الحمد لله. طبعا الدكتور صديقنا والشباب كلهم لهم فضل بعد الله في استمرار هذا البرنامج. حمزه مش نذكر حد وننسى حد، جماعه الصوت همام وايضا محمد جلال وغيث عربيات زيد قطيفات والعديد ابو محمود اللي منورنا طبعا ملك الاضاءه في القناه. نشكر ايضا اصغرهم في هذا البرنامج لعبد الله، الى كل الادارات في البرنامج الكل ادارات في القناه لان ما بيش نذكروا اداره دون اداره ولكن الجميع كان لهم فضل وكانوا منحونا الثقه ان نقدموا البرنامج ونكونوا امام الكاميرات العظيمه هذه باش نقدم محتوى يليق بالمجتمع العربي والمجتمع الليبي تحديدا. عندك تقول حاجه دكتور؟ تقول حاجه؟ الله يسلمك. اجمعين يا رب اجمعين، دائما نحب ان يكون كل حاجه ببساطه كل حاجه تكون من القلب وبنوايا صافيه. جماعه يقولوا اللي فات فات والجديد الجديد هيكون برنامج ان شاء الله. هذا البرنامج يعني بكل ما فيه مش حنقدر نحكي تفاصيل هذا البرنامج ولكن ماذا تعني الصوره الخلفيه هذه؟ شو معناها كلمة المظلة؟ شو المقصود بالمظلة في ذلك؟ شو علاقة المظلة في هذا البرنامج؟ إن شاء الله حنبدو برنامج جديد إن شاء الله شهر واحد حيكون في هذا مش طبعا شعار البرنامج ولكن هذا تيزر خاص بالبرنامج باش تعرفوا باش الحب السؤال هذا نتمناه تكون موجود في برنامج المظلة حيكون معانا. شنو هو؟ شنو فكرة هذا البرنامج؟ فإن شاء الله بإذن الله حيكون بداية من شهر واحد حيكون في برامج أخرى موجودة في قناة ليبيا راح الوطن. هذا البيت اللي أسسناه من كلمة من فكرة حتى وصولنا هذه الحلقة، نشكر طبعا كل من سندني حتى خارج القناة، زوجتي وأخواتي وأخوتي وأصحابي اللي كان لهم فضل بعد الله، كلكم لهم فضل بعد الله عليها بدون استثناء. حتى اليوم واحد قال لي كلمة زعلتني، لا فضل، لأن ممكن كلمة زعلتني هذه غيرت فيها بداخلي حاجة وخلتني نقدم أحسن. حتى اللي كان ينتقدني قدرت الحمد لله نسمع منه وحاضر وحندير أفضل وأفضل. المراسلين اللي هم دور كبير جدا جدا واللي تعبتهم خلال الفتره الماضيه. مش عارف ليش تقول حلقه وداع ولكن حلقه وداع لهذا البرنامج شير شباب. ان شاء الله السنه الجايه حنكون في برنامج لا يقل اهميه عن هذا البرنامج وفكره تكون متغيره نوعا ما وتكون المحتوى متغير ايضا نوعا ما عن برنامج شير شباب، ولكن سنظل دائما اوفياء للوطن وللمواطن وسنساعد على ضم كل وضم كل الجراح الموجوده في ليبيا، لن نستثنى احد سواء كان مدينه او فكر مخالف لفكرنا. ما دام انت تقدم حاجه لصالح البلاد وصالح العباد اكيد يكون مكانك موجود معنا داخل هذا البرنامج وهذه المساحه في البرنامج الجديد ان شاء الله في السنه الجديده. شكرا للجميع، شكرا للوالدة رحمة الله عليها اللي كان برضو دائما تدعمني، شكرا لكم على طيب المشاهدة والمتابعة، وإن شاء الله بإذن الله قريبا جدا حتجمعنا شاشة ليبيا روح الوطن. خلاص اللي عندي قلته وما زال عندي حاجات واجدة ولكن حنندم بعد ما اختتام هذه الحلقة نقول يا ريتني قلت وقلت، ولكن يكفي اني قلت لبداخلي بدون أي تزييف بدون أي قراءة أي نص أمامي إلا بعض المعلومات على الإنفوجراف. خليتها كلها من القلب للقلب، تلاقوا ان شاء الله في الايام الجايه والاسابيع القادمه باذن الله في فكره برنامج جديده. تقبلوا مني كل احترام والتقدير في امان الله.